هنكمل فقراتنا او فقرتنا الاخيره في عز الشباب ومنورنا في الاستوديو في ريال يوسف، هتبقى يعني رسمي واحده من اصدقاء عز الشباب ان شاء الله على طول. ولكن احنا جايبين بقى في ريال هنتكلم معاها بشكل مختلف شويه، يعني مش هتلاقوا بقى الحاجات التقليديه وازيك واخبارك واللي فات واللي جاي، طبعا هيبقى جزء مهم اللي لازم نعرف ايه الاعمال اللي هي بتعملها، ولكن لان في ريال بطبيعتها تونسيه وقاعده في مصر، فهي من الناس اللي عاصروا كل حاجه، يعني شافت كل حاجه، يعني شافت تونس كانت عامله ازاي، شافت مصر كانت عامله ازاي، بما ان كانت تونس الشراره للربيع العربي، وكان لسه بيحتفلوا من اسبوعين تقريبا بفرار زين العابدين وقبلها ببدء الثوره، واحنا حصل يعني احنا دايما احنا اللي جايين وراهم في السكه، فده اللي احنا عايزين كمان نعرف منه الاول في ريال. اولا منورانا جدا في الاستوديو كالعاده، ومبروك على جائزه سيدتي. ميرسي، شكرا. ازيكي في ريال؟ منورانا. الحمد لله. في ريال انت حضرتي 14 يناير في تونس و25 يناير في مصر، ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق هو احتمال يعني التجمع اللي حصل في التحرير. في 14 يناير في تونس ما حصلش اي تجمع جماهيري كبير قوي بالعدد ده. حسينا انه اليوم عدى عادي، لانه في بعض الاختلافات ولو حتى بسيطه بيننا وبينكم، لانه صورتنا تعتبر متشابهه كوبي بيست في كل حاجه، حتى في التيار اللي احنا رايحين له، سواء في التيارات الاحزاب السياسيه والتوجه السياسي اللي احنا رايحين له دلوقتي، في اوجه تشابه كبيره جدا بيننا. احنا الاختلاف البسيط هو كونه في مجلس تأسيسي تأسس في تونس، و اشتغلوا على الدستور والقوانين المنصوصة في الدستور، والمداولات بتاعتهم خلصت من فترة معينة قبل ترشيح رئيس الجمهورية المؤقت. رشحوا رئيس الجمهورية اللي هو المرزوقي حاليا يعني ماسك الحكم، و كان واحد معارض واتسجن، ويعني كان حد اكيد له تاريخ. اكيد له تاريخ. قولي لي يعني انت بس 14 يناير ده ما كانش بدء الثورات في تونس، مش كان 14 يناير كان رحيل زين العابدين، فرار المخلوق، كان فرار المخلوق. قبلها عملتوا برضو احتفال بالثوره نفسها، بالشراره الاورى او ببدئها. بص، هو احنا كنا شهر ديسمبر كان ليه خصوصية تانية بالنسبة للتوانسة، لأنه الشهر ده كان بيفكرهم في انطلاق الشرارة للثورة التونسية، ويوم 17 يناير كان تاريخ يخص البوعزيزي. فمن 17 وإحنا عايشين الحالة دي يوم بيوم، فاكرين كل يوم حصل فيه إيه. وطبعا ثورتنا انطلقت من الجنوب وامتدت إلى العاصمة، وحصل التجمع الكبير ده اللي كان سبب في قلق أصحاب الكراسي في تونس، والهزة الكبيرة دي ما عرفوش يسيطروا عليها خالص، والحمد لله. وكانت النتيجة بفرار بن علي يوم 14 يناير، واليوم ده كنت أنا موجودة في تونس، وكنا طبعا بنتجمع بنتكلم عن التواريخ دي، بنعيش ذكريات المرحلة دي، وأكيد كلنا لسه على أمل أن الفترة الجاية تكون أحسن، لأنه دلوقتي في حاجات واضحة لكن المستقبل لسه مش واضح. انا حاسه ان انت كده وانت بتحكي بتفتكري كل لحظه مرت عليكي ومتاثره جدا، ليه يعني؟ حاسه في تاثر شديد قوي عليكي وانت بتفتكري اللحظات دي؟ لاني قلقانه على بلدي اكيد. قلقانه ده اللي بيشوف تونس يقول يا بختكم. يعني احنا قاعدين بنبص على تونس، طب احنا ليه ما قلدناهمش بالظبط كده؟ كان زماننا في حته تانية. في حاله يعني فوضى بسيطه، مش بسيطه، في فوضى. في فوضى بقت، كل الناس بتقرر، كل الناس بتتكلم، كل الناس بتفتي، كل الناس بيقول أنا حزب، أنا اتجاه معين، أنا بحكم، أنا بقاضي. كل واحد دلوقتي عامل شغل القاضي، يعني مش بتكلم عن الأحزاب السياسية الرسمية أو رئيس الجمهورية الحالي، في ناس تانية يعني تيارات تانية موجودة وبتحاول برضو أنها تبقى موجودة بشدة في الساحة، وبتنص قوانين وبتنص أحكام وكل حاجة على الشعب. يعني كفاية أنك تخش على الفيسبوك وتقرأ بعض الأفكار وبعض تشوف الواقع، يعني تلمس الواقع من خلال التعليقات اللي بتحصل على الفيسبوك. طبعا أنا مطمنة لحاجة وحيدة بس، أنه
بقى في على الأقل حاجة واضحة، يعني في مشهد واضح من المجلس التأسيسي، من الأحزاب، من رؤساء الأحزاب، من الرئيس المؤقت. الناس دي عايزين نسيبها تشتغل ونديها وقتها قبل ما نحكم عليها. لو هتقارني الاثنين ببعض، لو هتقارني تونس ومصر، بانك عايشه في الاثنين، يعني انت عندك رجل هنا انتوا عندكم ديلي في التوقيت، بس انتوا لسه جاي يعني بس الامور هتوضح في مصر اكيد. هل فعلا لا، هو دي نقطه كمان مهمه، اللي احنا مثلا احنا لسه ما عندناش رئيس قبل ان شاء الله يعني اخر ستة باذن الله يعني. لا، لما تيجي بتقيمي او قعدتك في مصر محسساكي او حاسه ان هو ده نفس الاحساس الناس عايشاه في تونس؟ القلق، التوتر، عدم الاستقرار، عدم رؤيه المستقبل. القلق هنا اكتر بصراحه. ليه بقى؟ شايف وجهه نظرك ليه القلق هنا اكتر؟ في قلق من بعض الاحزاب، وفي قلق تاني فيما يخص المجلس العسكري. انا مش بقول ده، يعني انا مش بدي راي، انت بتشوفي اللي انت شايفاه طبعا. انا بتكلم على انا شايفاه. احنا انت بتتكلمي في تونس براحتك، انا مش شايفه طبعا. انا بقول رايي او مش رايي. انا شايفه في قلق عايشينه طول الوقت، لدرجه ان انا والله العظيم يعني حتى في ناس صحابي بقول لهم اهدوا اهدوا، يعني مش للدرجه دي. عايشين القلق 24/7، فده برضو مش هيحل المشاكل، لانه يعني بعض الافراد اللي هي قلقانه ومش هتقدر تغير حاجه في الوضعيه الحاليه دي، مش هيكون يعني في نتيجه للقلق ده، غير ان احنا نشوف مجلس الشعب هينص قوانين ايه، هيشتغل ازاي، نشوف المرحله الجايه هتتوضح ازاي، ونستنى رئيس الجمهوريه يمسك البلد، وبعدين ايه برضو الشعب له اراده. طب انت شايفه ان مجلس الشعب ده بدايه ان احنا نطمن خلاص يعني الناس اللي قلقانه؟ مش شايفه ان دي بدايه؟ لا، بس على الاقل في صوره بتوضح، يعني في احنا في بدايه نفق الثوره، عملت انجاز عظيم، حلم شعبه اتحقق، لكن بعد كده ايه؟ خليني نترجمها. نفق لسه كان ضلمه قوي لغايه ما ابتدت الحاجات توضح. لا، انا عايز اخد التوضيح ده ونقلبه على الفن. يعني خلينا كلمينا مثلا تقييمك مثلا من سنه او من سنه وشويه، كان السوق الفني في مصر تحديدا، ولو عايز تتكلمي برضو على تونس يا ريت، كان عامل ازاي؟ الاعمال كانت عامله ازاي؟ احنا عارفين كان في ناس كتير قوي واقفه تشوف 25 يناير ده هيعدي ازاي، بعدين تبدا بعد كده الانتاج وتبدا تشتغل تاني. فمقيمه الفرق ازاي؟ او الاطمئنان الفني او المنتجين الفنيين في الفتره دي. الفن بيتاثر بالاقتصاد عموما، يعني اقتصاد البلد مهزوز، فشركات الانتاج طبعا عندها ازمه في السيوله، ومتخوفين انهم يخشوا بعدد الاعمال اللي كانوا بيعملوها كل سنه. احنا اشتغلنا السنه اللي فاتت بعد الثوره على طول في شغل، لكن عدد الاعمال قلت بكتير. وبعدين في قلق اللي هو طب وبعدين مين اللي هيمسك البلد؟ ايه اللي هيسيطر على البلد؟ ايه الافكار اللي هتبقى هي الحكم يعني في البلد؟ فده ممكن ياثر على الفن من الناحيه الفنيه، مش من ناحيه الانتاج بس، يعني من ناحيه الفكر الفني. مظبوط. فده برضو في قلق من بعض الاشخاص، لكن انا مش خايفه، لانه الفكر انا بالنسبه لي له اجنحه، والفكر هو تعبير عن رايي، سواء المخرج او المؤلف او الفنان بيعبر عن رايه من خلال فنه. صح. ومحدش هيقدر يمنع اي حد انه يقول رايه. صح. هو الخوف من التيارات الاسلاميه تحديدا من الناحيه الفنيه، يعني عايز اقول ان في، او مش كمان كل التيارات الاسلاميه، في بعض التيارات الاسلاميه اللي بتتسم بعض التشدد، هم ده الناس او بعض الفنانين كمان خايفين من ان هم ياثروا، عملوا تكاتف وعملوا مسيرات بتندد بالتعبير عن الراي. انت شايفه ان ده ممكن ياثر، او ده ممكن يخليكي يقول لك انت عبري عن اللي انت عايزاه، بس وانت بتعبري غطي بس شعرك او البسي عبايه مثلا؟ يعني خاصه ان التيار الاسلامي كمان دلوقتي في تونس تقريبا هو التيار الاسلامي بيحكم مصر حاليا. ما نعتقدش يعني، واحنا حتى في الرساله يعني شفنا افلام دينيه فيها المحجبات، ولازم نبين الكفار برضه. أيوة. مش محجبين بطبيعه الحال يعني، فلازم تلاقي الـ 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 الحاله اللي انت، الواقع اللي انت عايز تفرده والنقيض بتاعه عشان تعمل. مش عارف اجيب واحده اكمل الكفار ورقاصه وبعبايه يعني. لا، يمكن اقول لك علشان الفتره الاخيره كان في تقدم تطور كبير قوي في السينما ومعالجتها للموضوعات، فهم عشان كده التيار الاسلامي خايفين هو يركز على السينما والجرأة اللي بقت فيها. فاهمين؟
ما اعتقدش برضو احساسي، انا متفائله، انا شخصيه متفائله جدا في الحقيقه، ما اعتقدش ان الموضوع ده ممكن بصي هو في بعض لدرجه بتاع التخوف بعض الاطراف، يعني يقول لك اه لا ممكن يعني الاسلاميين يسيطروا على الفكر الفني والاعمال لا ما اعتقدش لدرجاتي. هو الناس بتقولوا ايه، مش فاكر بقى زي ما انت بتقولي، زي ما في كان في مثلا المسلمين ومقابلهم الكفار في فيلم واحد او في عمل واحد، في ناس بيقول لك ايه لا ما احنا هنتجنب الجزء الثاني خالص، مش هنتكلم في القصص، مش هيبقى في دراما بقى، لانه في الدراما اصلا بتلاقي الشخصيات الايجابيه والشخصيات السلبيه، الشخصيات الخيره والشخصيات الشريره، لازم تلاقي دايما النقيض من الناحيه الثانيه، فهيكون عمل ازاي لو ما فيش النقيض. طيب خلينا نتكلم، احكي لي بقى عن الجائزه بتاعتك اللي انت خدتيها من مجله سيدتي، جت يعني انا كانت الاسبوع اللي فات مش كده؟ كنت في تونس، روحت فكلموني قالوا لي في استفتاء تم في مجله سيدتي، طبعا جبت اعلى نسبه بمرتبه اولى كأحسن ممثلة تونسية 2011. الجائزة دي طبعا فرحتني جدا، لأنه إحنا يعني الفنانين بنشتغل عشان التكريمات دي، عشان الاعتراف ده، هو أي مجهود محتاج أي اعتراف، ولما يجي الاعتراف من جمهوره بعدد كبير جدا في استفتاء وفوز بالمرتبة الأولى، ده بيشرفني طبعا، بس بيحملني كمان مسؤولية أكبر، إن أنا لازم أكون في المرحلة الجاية في المستوى المطلوب، يعني اكون دايما عند حسن ظن الناس اللي ادوهالك على عمل معين ولا بشكل أنا عام؟ انا عمل خاتم سليمان. في ريال معجبينك، يعني احنا مش ملاحقين عليهم، احنا ما ردناش عليهم دلوقتي، حاسس ان هم هيجوا لنا. معانا اتصال دلوقتي من الجزائر، نوال. الو نوال. نوال طيب فين يا نوال؟ خديني طيب على التجربة، انت قلتي وده يمكن عايز بس اعرف منك في الفترة الجاية كمان عاملة ازاي، بخلاف انت اختيارك لأعمالك، انك معروف برضو انك عندك تتحري دقة كبيرة وانت بتختاري اعمالك، ولكن فترة السنة اللي فاتت تحديدا اللي ما كانش فيها اعمال كتيرة، لقينا انه الكواليتي بتاعت الاعمال او المضمون نفسه بتاع المنتج الفني اللي طلع اعلى بكتير قوي من الزحمة اللي كانت موجودة في السنة اللي قبلها، فهل برغم الضغط الاقتصادي ده بيخلي الناس تركز على نواحي تانية ما كانوش بيركزوا عليها كمن الناحية الانتاجية؟ بصوا عموما حتى من الكم كنا بنطلع بالكيف، كان في كل سنة أعمال جيدة في المستوى طبعا الفني، وحتى المواضيع اللي بتطرحها كان في حاجات بتشبه اهتمام المتلقي العربي أو المصري، احنا دايما مصر هي منارة الفن العربي، فاحنا بنتكلم عن عالم عربي المشاهد. السنة اللي فاتت كان في خوف من البيع، خوف من انه المنتج بدل ما يخش مثلا 3-4 اعمال بيخش عملين، في اعمال ما كملوهاش، ما لحقوش يكملوها يعني لاسباب مادية او خايفين او ما فيش بيع، فكان في تركيز اكتر على المواضيع وعلى الكواليتي بتاع العمل نفسه، فعشان كده احتمال السنة اللي فاتت اي منتج غامر بالعمل اللي قدمه كان داخل بمغامرة محسوبة جدا. كان لصالح الفن، يعني كانت تجربة لصالح الفن، لصالح صالح المتفرج برضو يعني اكيد. فريان ناخد دلوقتي حد من معجبينك، ميار. الو الو ميار، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكي فريان يوسف. عاوز اقدم رايي في الفنانه اللي معاكم. انا نفسي اطلع زيها لان هي فنانه موهوبه جدا، وبقول لها ما تغيبيش من على السينما كتير. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. انت سنك قد ايه؟ انا عندي 14 سنه يا حبيبتي. الله. انا ابتديت التمثيل في سنك على فكره. طب انا نفسي امثل. حبيبتي ميرسي، ببوسك قوي. شكرا لك يا مار. انت بداتي قد ايه؟ بدات السن في تونس ابتديت 14 سنه، ولحد دلوقتي ما كنت على طول متواصله؟ لا مش متواصله، انقطعت 3 سنين عشان اخلص الماستر بتاعي في الجامعه، ويعني خدت بريك مطول. ولما جيت مصر ما جيتش بغرض ان انا امثل، كنت بشتغل في شركه عالميه كده، وبعد كده حنيت بصراحه. حنيت الفن، قلت اجرب. قلت اجرب حظي في مصر بقى. لا كانت قرار كويس. احسن قرار طبعا. معنا احمد من القاهره برضو عايز يكلمك. ايوه احمد. زي الفل حبيبي. فريال معاك، اتفضل. ازيك يا فريال؟ عامل ازيك يا بودي؟
حمود عامل ايه؟ بقول لحضرتك انا حبيت المسلسل جدا، مسلسل خاتم سليمان، انا بحبه جدا. ميرسي، ثانك يو. شكرا لك يا ابو حميد. ميرسي. معانا اتصال تاني من محمد، مش لاحقين حتى نقول اسمه. محمد من الشرقيه. الو. الو يا محمد، اهلا بيك. انا ممكن اتكلم في ريال؟ طبعا. اتفضل يا حبيبي. معاك. انا بقولها ان انا بحبها قوي، معجب بيها جدا. ميرسي يا محمد. شفتها في اخر فيلم عجبتني قوي. ثانك يو يا محمد، ميرسي. بس عاوز اسالك سؤال صغير. اتفضل. انت مرتبطه؟ معلش يا محمد بقى، راحت عليك بقى. حبيبي ميرسي. شكرا لك. طب ردي عليه. طيب ايه؟ ردي علي. ارد على ايه؟ بيقول لك انت مرتبطه؟ لا. في امل يعني. انا مرتبطه بجمهوري. الرد دبلوماسي. خليني عايز اعرف منك دلوقتي، انت تحضيراتك الفتره الجايه سمعت انك بتجهزي لابن ليل. ابن ليل ايه؟ احكي لي احكي لي الاصل، ايه الموضوع؟ ابن ليل مشروع مسلسل سعيدي ان شاء الله هيتعرض في رمضان الجاي، اخراج الاستاذ الكبير استاذ اسماعيل عبد الحافظ، وتاليف الاستاذ طارق بركات، وفي مجموعه من الممثلين ما شاء الله، يعني في يعني الشخصيات اللي ماسكه الادوار البطوليه عديده. هيكون في كوكبه جميله جدا من الفنانين، على راسهم طبعا مجدي كامل اللي هو بطل العمل اللي هو ابن الليل. في ريال انت هتعملي دور صعيديه فيه ازاي؟ عرفتي الشخصيه دي ازاي؟ بصي انا دايما بحب اتحدى نفسي، وده اكبر تحدي ليا. السنه دي كنت عايزه اخوض تجربه مختلفه عن الحاجات اللي اوريدي قدمتها في مصر، و جالي العمل ده. قريت الورق عجبني جدا، وقلت ليه لا؟ يعني لازم اذاكر كويس جدا بس، وان شاء الله يعني اكون. بس دايما المراه السعوديه تلاقيها شديده قوي، انا شايفاك يعني ملامحك كريهه وناعمه. والله ما بصي، في بنات برضو تلاقيهم صعيده وناعمين وامارات، وما هو السعيد مختلف يعني، في على السواحل والغرب والجنوب وكله. ف لا يعني ما ملهاش علاقه، بالعكس انا جالي تعليق من مصحح اللهجه الاستاذ عبد النبي، كلم السنه اللي فاتت استاذ احمد عبد الحميد في عز تصوير خاتم سليمان لما كان بيتعرض العمل، كنا لسه بنصور، فبيبارك له على عمل خاتم سليمان وكل حاجه. شوف سبحان الله، يعني قال له والله انا معجب جدا بشغل في ريال يوسف، وكانت جميله جدا، ونفسي اشوفها في دور سعيدي. فالحلم ده اتحقق، وانا يعني السنه دي هو اللي يكون موجود معانا في العمل ان شاء الله، هو اللي مشرف على تصحيح اللهجه الصعيديه، ويا رب اكون ان شاء الله عند حسن. انتوا بتجهزوا هتبداوا تصوير الاسبوع الجاي مش كده؟ لا هم ابتدوا اوريدي، بس انا يوم 6 ان شاء الله. يوم 6 هيبقى في رمضان ولا هيبقى امتى؟ هيتعرض في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. معانا التليفون دلوقتي من امريكا، معانا ريمون. الو ريمون. الو مساء الخير. سنور يا ريمون، اهلا بيك. انا بس حبيت اهني اهنيكم على البرنامج الجميل، وطبعا اولا واخيرا بهني الفنانه فريال. انا اول مره شفتها في مسلسل اللي هو خاتم سليمان، كنت اول مره اشوفها. سبحان الله، فعلا حسيت ان ربنا اعطيها كاريزما وطبيعيه باسلوب، لان في فنانات بيمثلوا بيجتهدوا، وفي ممثلات بيبقى عندهم الكاريزما الطبيعيه اللي هم بيحسسوك ان انت ما بتمثلش، ده طبيعي، دي حاجه طبيعيه، لدرجه ان هو بيبقى عنده السهل الممتنع ان هو يخش جوه قلبك، بينزل دمعه او بيضحكك او بيخليك بيوصل لك المشاعر اللي هو عايز يوصلها في المشهد ده. فانا لما شفت الفنانه فريال فعلا كل اللي اقدر اقوله ان هي خلتنا ان احنا نخرج من التلفزيون نبقى معاها في المشهد، ونبقى حاسين بيها. ميرسي ريمون على الشهاده دي. دل على شيء، دل على ان هي عندها احساس قوي، عندها احساس بالدور اللي بتعمله، بغض النظر اذا كان الدور بتحبه او ما تحبوش، بس هي بتحسه، هي بتحسه، لان هي بتقول مش بوشها بس، بتقول باحساسها، بتقول بجسمها كله، بتقول بوشها، يعني التعبير بيديها
نوع من المصداقية في الإحساس. فكل اللي أقدر أن أقول أن إحنا أتمنى أن أنا أشوف أعمال بنفس المستوى يمكن وأكثر كمان من، لأن هي عندها natural ability أن هي to give. She has so much to give. هي بس كل اللي هنالك أن هي عايزة write زي ما بيقولوا إيه write word, write actions, write place. الحاجات اللي هي بتساعد الفنان، الفنان بس مش موهبة، بس الفنان عايز مخرج كويس، عايز كاتب كويس، عايز ممثل معاه كويس، لأنه ما يقدرش يقف لوحده، الممثل لازم يكون حواليه وكمان عايز جمهور كويس زيك يا ريمون. والله بجد ميرسي ليك، قالك لازم يعني قالك عندك القابلية وعندك اللي محتاجة تاخدي بس يعني الأكشنز الموجودة عندك أصلا كمان أوريدي، تشجيع من أمريكا يعني متابعينك في كل حتة. لو كان مصر إنه يدخل لازم يكلمك. ميرسي ليك بجد. يعني هل أنت كممثلة بتحتاجي التأييد بتاع الفانز؟ يعني هل ده مهم تبقي أنت مثلا يجيلك اوقات مش واثقه في عملك، مش واثقه في حاجه، وتلاقي الفانز هم اللي بيدوكي الدفع ده؟ يعني تدخلهم او رايهم بيفيدك انت كممثله؟ اكيد. دلوقتي احنا في 2011 عندنا الفيسبوك والحمد لله، الوسيله دي بتاع التواصل يعني اهم وسيله في التواصل مع الناس. راي الجمهور قريب مني جدا من خلال الصفحه دي، ومتابعيني بشدة، وفي حتى بعض الأشخاص اللي أنا حافظة أسمائهم وعلى تواصل مستمر معاهم في رأيهم، وبيقولوا لي كل وجهة يعني أوجه نظرهم كلها بيقولوها، حتى لو سلبية. حتى لو سلبية. وكمان بيقترحوا عليا حاجات ويقولوا لي نفسنا نشوفك في دور كذا، في دور معين او حاجه معينه. طب هل زي ما هو يعني سلاح كده كويس وبيديكي سبورت، ممكن يبقى العكس؟ يعني ممكن في بعض الاوقات تلاقي تعليقات الفانز تحبطك جدا، تقولي لا ده انا حاولت جامد بس يعني الحمد لله ما تعرضتش يعني لغايه دلوقتي للتعليق المدمر. يعني اكيد الانتقاد كويس جدا، ده انا حتى بقول لهم بليز ما تقولوليش دايما الحاجات الايجابيه بس، عايز اسمع رايكم بجد، لو بتحبوني عايز اسمع رايكم، ووجهه نظرهم بتهمني. عشان كده يعني ما هو ممكن اصلح نفسي من مين؟ من المخرج، من الناس اللي معايا، من الناس اللي بتتفرج عليا برضو. بحب يعني في ناس اكيد بتجامل بس المجامله مش هتوديني السكه صح، فانا عايزه استعين برايهم عشان اعرف اضبط شويه حاجات عشان اطلع في احسن حاجه متوهجه اكتر. نورتينا جدا وبشكرك قوي بجد لوجودك معانا النهارده، وان شاء الله يعني ابن ليل يكسر الدنيا في رمضان اللي جاي ان شاء الله. نفسي اشوفك بدور الصعيدي حقيقي، مشتاقه ان انا اشوفك دور صعيدي. اكيد هنكتشف. شكرا فريال، ميرسي ليك يا شباب. عز شباب، خلصت حلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده في نفس الميعاد، استنونا.